قول بمناسبة الرد على هؤلاء، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث الرسل المبشرين بالإسلام كمعاذ وعلي وغيرهم إلى بلاد هذا الحكم تعرض له من قيم الجوزي في كتاب زاد المعاد، فهو كعادته إنما يذكر القصة يعقد فصولا في استنباط الأحكام الشرعية مما في القصة. هذا الجمل عقد خاصة لبيان هل يجوز قتل الجاسوس الذي يتجسس على الدولة المسلمة أم لا؟ فحكى القولين ورجح قول من يقول بقتل الجاسوس في هذا الحديث، قال لأن الرسول عليه السلام إنما منع عمر من قتله ليس بعلة الإسلام وإنما بعلة قوله أهل بدر. نعم قدرية. في هذا إشارة إلى أن الإسلام وحده غير كافي لعصمة دم هذا الجاسوس، وإنما لأنه كان من أهل بدر عصمه ذلك. خاصة وليس هناك حديثا آخر. هذا حد أو حد تضاف حتى هذا الحديث بالذات كان من جلد مشاكل الطائفة التي ذكرناها في الأردن وكانت انحرفت على المسلمين وكفروها وكفروا المسلمين. في تضاعيف كلامي وإصابتي الحج عليهم ذكرت هذه القصة للرجل لأني شعرت بأن هؤلاء يعني وقعوا في الخروج مع الخوارج، أي بمجرد ما يرتكب الإنسان خطأ يكبر يعني. فقلت له إيش رأيك في قصة حافظ بلتعة؟ قال كلنا هذا من تؤدتي أيضا البحث. فذكرت له ما يحضرني منها خاصة بما نحن في صدد الجمهور. فطيب قال عمر دعني أقتل هذا المنافق، ورسول أقره. هنا فصلت له ما فصلت أمس في حلب، النفاق قسمان أيضا مثل الكفر والظلم والفسق، كفر عمل كفر اعتقادي، نفاق عمل نفاق اعتقادي، فسق عمل فسق اعتقادي، ظلم عمل ظلم اعتقادي. فقلت له قول عمر دعني أقتل هذا الوالد لا يعني أنه مرتفع به، وإلا لو كان يعني هذا لكان أصبح كافرا مرتدا عن دينه. بينما الرسول عليه السلام لم يعامل هذه المعاملة بل قال وما يدريك إلى آخر الحديث. شو يعرفك أن هذا إنسان يستحق أن يعامل غير معاملة الجاسوس الذي يتجسد؟ هذا فعلا تجسد، لكن هذا لو وضع عند الله منزله سبق إليها بفضل كونه كان من أهل بدر. وما يدريك لعل الله طلع على أهل بدر فقال له اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. فقلت له هذا رجل لو كان قول عمر منافق بمعنى كاذب كان الرسول عليه السلام ما عامله بذاك الجواب. جاء سألت السؤال في الفاصل الموضوع فاسمعوا الجواب وتعجبوا. قلت يعني كيف قال تتصور موضوع ان رجل كفر بهذا التجسس ومع ذلك لا؟ سألته هل تعرف انه صحابي؟ وهذا الشيخ يظهر
عنده باب تأليل واسع وشاطر في اللغة ومجال الحقيقة ومجال. فكان كل ما يجي إسلام طالمي يقول له إن هاي معناها بولي لا هيك لا هيك لا هيك لا هيك لا وصل عن وحدة أعلى الشيء تأليلها. فكر أنه كان لا إله تأليل ما كان قام كتب على الهاني سفر الشيخ رضي الله عنه. عظيم الشاهد ما هذا رجل مسكين هذا قالوا في بلد قال هذا حاطب إذن الوالفع صفر قول أنه صحابي المال سبحان الله يا رجل أين نحن بقوله تبارك وتعالى إن الله لا يرث من يشاء كبير ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإن ربنا عز وجل ما بيغفر الشرك وربنا ما عنده محاباة هذا صحابي بيقول الشرك هذا في مو صحابي ما بيقول له يقول للرسول صلى الله عليه وسلم لئن أشركت لا أعطني كان لما تركز ولا نهيرة قال سكر قلت له طيب انت لك سؤال لو انه هذا الصحابي فكر بأن محمد عليه الصلاة والسلام هو جزء من رب العالمين سبحانه وتعالى مثل ما هو مضمون قول من يقولون أن قبض قبضه من نور فقال لا كل محمد فكان يعني محمد جزء من رب العالمين. شو رأيك يا أستاذ إذا صحابي مثل هذا حاطب قال محمد عليه الصلاة والسلام جزء من رب العالمين هذا كفر ولا ليس كفر؟ قلت يغفر له؟ قال لا ونحن ربنا بين هذا وبين ذاك. فكان هذا من جلة الأشياء اللي كشفت له في خلق الهدى هذا شيء كفر عليه خيرا عليه في البلد